المستشفى مش هتردي. قربنا نخف ولا هيبقى في مستشفى ولا ادويه ولا حب. اخويا الله يرحمه لو كان عاوز يكتب لك حاجه قبل ما يموت كان قال لي. اشاعه الفورمالين اللي في الجبنه وغرقها السوشيال ميديا، انترنت ما بيتكلمش غير عن نديم فخري وكان ما فيش حاجه في البلد غيري. انا مش بشتغل عندك، حسابات عندك تحت. مش شغل عيال رشا دي صعبه، مراته هي اللي مش تلميذه، وبما انه راجل محترم يبقى اكيد مراته ست محترمه. في كل حاجه فوق. بنتي فين يا حازم؟ رنا في ايه؟ ما تفهميني. انت اللي تفهمني بنتك بعت المسج دي ليه؟ اللي يمس شعره من بنتي هاكله بسناني ان شاء الله يكون مين. مين ده؟ نديم. طب يا مجنون استنى، والله ما ليا دعوه، هو وليد هو اللي قال لي انها سهله تتشقط عادي يعني. يشوفك يجيلك لحد عندك، نروح عنده تاني لا، اوكي؟ انا اصلا مش عايزه اروح له تاني. حبيبي مين ده اللي ظابط ميعاده علينا؟ معرفش. اطلعي يا حبيبي اوضتك وشوفي المهرجان اللي بيحصل فوق. اوكي. اهلا رامي. مالك؟ سوري ان انا جيت على طول كده، بس انا قلقت عليكي بعد ما قمتي كده وسبتينا، وبعدين انت مش بتردي على الموبايل. طب هنتكلم على الباب، اتفضل. كلمتيني على انهي واحد فيهم؟ جالك عليه مسج غريب كده وقمتي فجأة. سوري ما خدتش بالي. عملت معانا ايه؟ تمام، كله تمام. هي قفشت شوية لما مشيتي، أكملها ما خدتش الديبوزيت اللي كنا متفقين عليه. هي ايه حكايتها؟ هو احنا هنطير ولا هنضحك عليها؟ تصدق اني ابتديت اشك فيها؟ لا لا، أميرة ما بتلعبش. امال مالها هتموت على الفلوس كده ليه؟ في ناس كتير حواليها هيقبضوا، انت فاهمه يعني ايه هتخليه يخلع مراته؟ طب يبقى فكرني بكره اكتب لك الشيك. تعالى نشرب حاجه. لا انا لازم اجري، بس ثانك يو. في حاجه تانية حصلت بعد ما نزلتي من الايجنسي على طول، بس انا قلت استنى لحد ما الميتنج بتاع اميره يخلص واقول لك عليها. خير؟ الانذار ده جه بعد ما نزلتي على طول وانا استلمته. انذار؟ انذار بعدم تصرفها في اي حاجه ورثتها لحد ما يجي تقرير خبير. بس انت متاكد انها زورت قبضه اخوك؟ طبعا، ده انا متاكد زي ما انا متاكد اني متعشي طاجن باميه باللحمه الضاني من ايدك الحلوه دي يا ناديه. يا راجل انا ما بهزرش. ولا انا بهزر، معرفوش، ما يلزمنيش، انا طول عمري راجل جد، احب الجد واموت في الجد. والنار ويا عين على الجد ويا روح على الجد. الجد انت هتغني لي؟ وما غنيش ليه؟ ما الناس كلها بتغني يا اختي. والله انا خايفه تكون بترمي فلوسك على الفاضي والمحامي بتاعك ده يكون بيضحك عليك. ايه؟ يضحك عليا؟ ده انا اضحك على اهل واحد واحد. عيب عليك يا نادية، عيب. وانا كلوديا ولا كلودي؟ لا يا حبيبي، معاش ولا كان اللي يقول عليك كده. بس انا خايفه ليكون اخوك
كتب لها كل حاجة قبل ما يموت زي ما بتحلف. يا اختي تحلف زي ما هي عايزة. أنا بيني وبينها ورق 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 ورق. طب افترض بقى إن الخبير قال دي امضته. نادية. نعم. يا ريت تعملي لي قفلة وتعملي لي القهوة عشان أظبط دماغي بدل ما أنت يعني ها ناوية تحرقي دمي. ماشي ماشي أما نشوف آخرتها. عاوز تعرفي آخرتها؟ آخرتها؟ آخرتها ملايين ملهاش حد. يا رب من بقك لباب السما يا رب. اللي قولي لي يا حلوة. نعم. المحروس ابنك الحيلة فين؟ ما جاش ليه لحد دلوقتي؟ الحيلة في الشغل. شغل ولا يكون شاف له شوفة؟ شوفت ايه؟ امال اللي انا بعمله ده كله هيطلع على فشوش؟ يا نادية يا نادية ما انت بقالك سنتين بتعملي وما شفناش يا اختي نتيجة. لا المرة دي غير كل مرة. بس هات لي بقى الطلب اللي انا طلبته منك. بس كده؟ هيحصل هيحصل ان شاء الله باذن المولى هيكون عندك. الواد الغفير بتاعها هيديني تليفون بكره الصبح اول ما يستلم الطلب ده في ايده. بس على الله يكون صادق وما يجيب لناش اي حاجه والسلام. اي حاجه والسلام؟ ده انا اخلي وقعت امه سودة. دي حرام عليك. قلت لك كنت شاربه ومش في وعي. فجأة لقيت نفسي بعمل كده. انت ايه يعني؟ عمرك ما غلطت؟ انا اول مرة في حياتي اعمل كده. انا عمري ما خنتك. رغم اني عارفة ومتأكدة انك خنتني كتير. أنا ما ينفعش أروح كده. لو لوجيك أنا صحي هنقول لها إيه؟ بليز أنا دي إحنا فرطة كبيرة قوي. لازم نهدى ونفكر بالعقل. أنا خايفة يكون حد شاف عربيتك عند فيلته ولما يلاقوا جثته يوصلوا لنا وتبقى مصيبة ولا حتى ممكن يتهموك بقتله لو كان مات. لو كان عايش بقى تبقى مصيبة أكبر. انزلي. انزلي فين؟ انزلي هنا. يا نادين طب خلينا نروح. طيب. لا يا نادين بليز. بليز يا انت طالب. Ha ha ha!
عايز خبر في كل الجرايد بكره ان انا ورشا انفصل. ايه؟ ويتقال جوه الخبر ان احنا منفصلين من زمان بس كنا مأجلين اعلان الموضوع. طب هو ايه اللي حصل؟ اعملي اللي بقولك عليه من غير اسئلة. اوكي؟ لا ما فهمتش. ماشي نقول كمان الحكاية وما فيها ان المحكمة خدت عقد البيع اللي عمله لك المرحوم والدك وحولته الخبير بسبب طعن عمك عليه بالتزوير. قام المحامي بتاعه واخد صيغة القرار وعمل بيه انذار ووزعه على البنوك والغرفة التجارية وبما فيهم حضرتك بعدم التصرف في الممتلكات لحين البت في قرار الخبير. يعني ايه؟ يعني انا اروح البنك عشان اسحب فلوس يقولوا لا سوري عمك منعك من التصرف باموالك؟
ده في حالة لو مدير البنك خد بالإنذار واعتبر إن في نزاع على التركة ومحبش يدخل نفسه في مشاكل. نزاع إيه مشاكل؟ أنا مالي بالكلام ده يا أستاذ جلال؟ هو أنا ذنبي إن أبويا كتب لي كل حاجة باسمي قبل ما يموت؟ لا مش ذنبك، بس ذنبك إن ليك يا عم مش مصدق اللي حصل وعايز يحشر نفسه في التركة بأي شكل من الأشكال. مش عارفة أقوله إيه ولا أعمل معاه إيه ده؟ ولا تقولي ولا تعيدي، هي كلها أسبوعين بالكتير وقرار الخبير يطلع، والدعوة كلها تترفض من أولها وكأن شيئا لم يكن. إيه الطمع اللي بقى في الناس ده يا أستاذ جلال؟ لا وإيه؟ امبارح جايلي البيت يهددني وآخر النهار بعت لي إنذار. على فكرة الإنذار ده ولا ليه أي لازمة، دي هي أي غلاسة والسلام. سوري لو قطعت حديثكم. لا خدي راحتك، إحنا ما كناش بنقول أي حاجة مهمة. قصدي يعني خلصنا الكلام المهم. أيوة. ما علينا، في واحد بره بيقول إن أنت تعرفيه ومحتاجي قبلك ضروري. مين ده؟ بيقول اسمه الليسي. مش موجودة. أنا قلت كده برضو. أو هعتبر فعلاً إنها مش موجودة. على العموم لما تدخلي لها كمان شوية وبتسلمي لي عليها. وقولي لها إن أنا مستني كل اللي اتفقنا عليه. وخليها تنجز. بدل يعني ما الطلبات تزيد. أوكي. أنتِ صحيح مخطوبة ولا متجوزة؟ أظن دي حاجة ما تخصكش. صح تمام، حاجة ما تخصنيش يعني. حاجة ما تخصنيش يعني. انتي قلتي لي اسمك ايه؟ ما قلتش. طيب نايس تو ميت يو يا أستاذة. ما قلتش. مين الشخص الملزق ده؟ معرفش. طب كان عايز ايه؟ عايز اقابل ملك. وهي قالت لي لو جه هنا تاني يتقال له مش موجوده. طب وهو يعرفها منين ولا هي اصلا تعرفه منين ده؟ يا رامي ما قلت لك معرفش، هنقعد نعيد ونزيد. ما انت مش ملاحظتك متغيره معايا شويه. رامي ممكن حساسيتك الاوفر دي بلاش دلوقتي، يعني راعي ان اليومين دول انا ظروفي مش قد كده ومتلخبطه، فبجد مش ناقصاك انت كمان. اوفر؟ من ساعة وفاة والدك وانا بقولك ان موضوع الليسي ده مش هيتحل كده. اوعى تقولي قضية. ده رأيي. ما هو ده اسهل رأي عند اي محامي. بالعكس، انا في موضوع عمي قلتلك نديله قرشين ونخلص، لكن موضوع الليسي ده ملوش غير المحكمة. مشكلة ان الموضوع ما يخصنيش لوحدي. ما علينا، اجلي موضوع الليسي ده لغاية ما اخلص من قضية عمي. طيب انا هسيب حضرتك لتليفوناتك وهنطلق انا اروح على المحكمه. ميرسي يا استاذ جلال. بالعفو. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم يا حازم. لا يا حبيبتي، ده انا مش هو. اصل بصراحه دخلتك عليا امبارح بشياطينك قفلتني من بنتك الكدابه قوي. اللي انا بعطف عليها عشان مرضها وبس. يا ريت تبعديها عني لغايه ما تعرفي تربيها. ولعلمك ابوها مش طايقها خالص. لولا هي المجنونه قفلت قبل ما تسمع الكلمتين اللي عايزه اسمعهم لها. بتكلمي مين يا وسام؟ بتكلمي مين من تليفوني يا وسام؟ ده تليفونك صح؟ صح؟ كلمتيها ليه؟ ردي! أرد إيه وهي دي عايزة رد؟ واحدة جت بيتي هزقتني وفتحت هساء عليا كده قدامك وأنت ساكت. فيها يعني ما أقولها كلمتين في جنبها يمكن تحس؟ وأنت مالك ومالها؟ بتجري شكلها ليه؟ أنا برضو اللي بجر شكلها يا شيخ، حرام عليك. واحدة جت بيتي هزقتني قدامك وأنت ساكت. انا اقدر اروح بيتها اعمل نص اللي هي عملته ده؟ ممكن بقى اعرف انت قلت لها ايه بالظبط؟ قلت لها اللي قلته لها. ايه خايف على زعلها قوي؟ وسام لاحظ انك انت بقيتي تتصرفي من دماغك وده غلط. وهفضل اتصرف من دماغي على فكره عشان انت مش عارف تجيب لي حقي. شيل الست دي من دماغك عشان نعرف ليش؟ مش لما تشيلها انت الاول. شلتها من زمان، من ساعه ما طلعتها. دلوقتي مفيش بيني وبينها غير بنتي وبس. يا شيخ يا رب يا رب ما يبقى في بينك وبينها اي حاجه خالص. لعلمك بنتك عايز تشوفها تشوفها بره بيتي مش هنا، وبرضه رجلي على رجلك. وبعدين نمره الهانم دي على موبايلك لغايه دلوقتي بتعمل ايه؟ مش كفايه معاك نمره بنتها؟ النمره دي لازم تتدلت دلوقتي حالا. هاتي الموبايل ده. ما
مش هسيبه غير لما اتدلت النمره قدام عينيا. مش هعمل كده يا وسام، وسيبيني في حالي دلوقتي، انا مش طايق نفسي. ماشي يا حازم هسيبك، بس مش هسيبها واما اشوف اخرتها ايه. عندي سؤال وخبر. قول خبر وانسى السؤال. كده؟ طيب خدي عندك بقى. نديم فخري طلق مراته. بتهرج. وهي دي فيها تهريج، شوية وهتلاقي الخبر نزل على النت. رامي، هو هيكون أميرة ليها يد؟ بقول لك إيه؟ كله اللي خرب البيوت. وإحنا مالنا؟ إحنا مالنا إيه؟ إحنا مش دافعين لها فلوس عشان تخرب بيت الراجل. إحنا دافعين لها فلوس عشان تجيب لنا منه الكامبين. ماشي، إذا أنا قلت لك إن هي اتفاجئت. حلفت لي ان هي ما كانتش تعرف اي حاجه غير لما هو قال لها بنفسه، وبعدين انت مش قلتي ان هي مقضياها؟ لا كلام، انما بعيني انا ما شفتش حاجه. انا هفضل قلقانه كده لغايه ما اعرف هم اتطلقوا ليه. وانت حر يا رامي لو كان ليها يد في الموضوع ده. هو انا مالي؟ هو انا قلت له يطلق مراته؟ بابي انت ليه ما بتاكلش؟ هاكل يا حبيبي، بعد ما ناكل هنروح مشوار مع بعض. هنروح لمامي؟ مش انا قلت لك مامي مسافره؟ سافرت وانت نايمه وما رضناش نصحيك. كام يوم وهشوف اذا كنت تروحي لها تقعدي معاها ولا تفضلي معايا انا. نروح نغسل ايدينا بقى عشان نخرج. ايوه يا باشا، هو اتصل عليا وقال لي يا متولي انت اجازه. قلت له ماشي، او تيجي بكره براحتك. قلت له ماشي، وجيت الصبح لقيته يا ولده زي ما انتوا شايفينه كده. هو عايش لوحده هنا؟ ايوه يا باشا، هو واخدها ايجار، او كان ناوي يعمل فيها اللي بتاع ده، اللي بتاع اللي هيلعبوا فيه ده. جيم؟ ايوه عليك نور يا باشا. يا مجدي بيه. أوامرك يا باشا. تاخد بطاقته وتجيبه لي النيابة النهاردة بالليل. تمام. بطاقتك يا حاج. عظيم جدا. التحليل ده يطلع امتى؟ اديني كام يوم كده وانا اقول لك النتيجه. بس انا وجهه نظري البنت ما ينفعش تعيش معاك اليومين دول. اعرف النتيجه الاول وبعدين اقرر. حبيبي انا ما بتكلمش على كده، انا بس بقول ان وجود البنت معاك وانت في الحاله دي مش كويس عليك ولا عليها، علشان كده انا اخدها معايا البيت.
لحد ما نتاكد بس نعرف ان هي من دمنا ولا مش من دمنا، وساعتها نفكر هنعمل ايه. وتقول ايه لمراتك؟ اكيد هتعرف ان في انفصال، لكن تاكد الكلام اللي انت قلته لي هيقدر سر بينا طول العمر. وزي التحليل قال انها مش بنتي. يا اخي ما تسبقش الاحداث. اهلا وسهلا. اتفضل سعاده الباشا، ايه الحاجات اللي طلبتها؟ اوعى تكون مش بتاعتها وجايب لي حاجه من عند جماعتك. عيب يا سعاده الباشا. الله، انت متكلم راجل. هنشوف حكمان ليا طريقه بعرف بيها الراجل من العيل الصغير. ويا ويلك وسواد ليلك لو طلعت بتزاك عليا. طب وكتاب الله يا باشا، وكتاب الله الحاجات دي بتاعتها وتخصها وما تخص الجماعه بتوعك. خلاص يا عم، ده حلفت هصدقك. خد امسك. خيرك مغرقنا يا باشا. يا عم خيرك مغرقنا والله. انت لسه شفت حاجه؟ يوه، الحاجات دي كلها لسه فكه تصبيره. إنما بقى وعني مني هتشوف الفلوس اللي بجد. توكل على الله، توكل على الله يا باشا. إيه بسرعه بسرعه يا باشا. شفته بره ده؟ ده عم حضرتك فهم بيه، كان بيسال على حضرتك، وقلت له حضرتك مش موجوده في الفله ولا ايوتها حد موجود في الفله. عشان كده اول ما شافني طار بعربيته وانت جريت على جوه. لا حضرتك، هو وقف جنب سور الفله وقعد يكلكس يكلكس بالعربيه، لقيته عم حضرتك فهم بيه بيكلكس. طيب يا حافظ، معاك ساعه تلم فيها هدومك وتتكل على الله، مش ساعه برضو تكفيك؟ انا ما عملتش ايوتها. سمعتني؟ وكتاب الله ساعه لحضرتك وبعدين؟ هنفضل كده كتير؟ هو انت اول ولا اخر واحد ينفصل عن مراته؟ طب انت عارف ان هي صرفت النهارده التشيك اللي انت كنت كاتبه للايجنسي بتاعتها؟ يعني هي عايشه حياتها وانت عامل في نفسك كده؟ وبعدين دي عمرها ما كانت تستهلك، انت ضفرك برقبتها. مستر نديم، الشغل كله ملخبط والدنيا بايظه، انت عارف انت فاتح كام بيت؟ مستر نديم، الناس دي ذنبها ايه؟ مستر نديم، احنا كلنا بنستمد قوتنا منك، واولهم انا، ومفروض ما تسمحش لاي حاجه في الدنيا دي كلها تكسرك. مش انت اللي علمتني كده؟ ومش عشان دي؟ يعني أي واحدة في مكاني كانت تعمل إيه؟ لما تدخل تلاقي السكرتيرة قاعدة على حجر جوزها وهو عمال يفعص فيها. أكمل معاه إزاي؟ كان لازم طبعًا أطلب الطلاق. طب وذنب بنتك إيه؟
ذنبها ان ابوها خاين وهو ما حاولش يعتذر لك ولا يبرر لك عملته السودة دي. ايوه حاول بس ده شويه شويه كان هيوطي على رجلي. بصي بس انا كرامتي ما تستحليش اعيش مع واحد غوطي زي ده. مش كفايه عايشه وساكته؟ لان لولا ان انا بنت ناس ومتربيه كان زماني فضحته. هو في سر بس انا مش هقدر اقوله. سر ايه؟ مش هينفع حرام ده مهما كان ابو بنتي. ما تقولي يا رشا سر ايه؟ هو احنا غرب عنك؟ ده احنا اصحابك. بس ما قلتش حاجه. اكيد بس اللي كان بيعمله مع السكرتيره ده يعني منظره على الفاضي، عايز يثبت رجولته. انما الحقيقه خلاص بقى يا جماعه مش هقدر اقول اكتر من كده، وده كان شرط الطلاق ما بيننا. انت متاكد؟ طبعا متاكد، دي تحاليل يا نديم. يعني لوجي بنتي من دمك ولحمك. مفيد. اتجننت حبيبي؟ انت اخويا يعني لو في اي شك من التحليل ده ان ايه هقول لك فورا. ايه معقول يعني هننسب لنفسنا واحده مش من دمنا؟ طب انا عايزها ترجع البيت. مالها يا حبيبي؟ اجيبها لك النهارده بالليل. بس لازم نفكر في سيناريو تاني غير سيناريو سفر مامتها. البنت مش مقتنعة. هشوف. دي ايه ده؟ دي جاية جون. استنى استنى. لا 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 اوعي كده. اللي لا هاتي. استنى استنى. لا فظيعه فظيعه. لا انا واحد واحد. ايه في ايه يا رامي؟ آه على فكره اميره لسه قافله معايا التليفون وبتقول ان الراجل عايز يقابلك الساعه 8 بالليل. طالع هنا. انت بتتكلم بجد؟ امال بهزر. طب احلف. والله عايز يقابلك الساعه 8. يعني احنا هناخد الكامبين بتاعت ال 50 مليون من غير ما ندخل في منافسه مع حد ولا نقدم اي برزنتيشن ولا حاجه؟ امال انت فاكره الشاليه والمليون جنيه دول هندفعهم عشان ايه؟ أميرة دي بجد طلعت تستاهل تستاهل. هو سألتيلي لو كان هي يد في موضوع الطلاق ده؟ حلفتلي إنها ما تعرفش أي حاجة. الظاهر إن الراجل كان غرشها من الأول وطلقها في الوقت المناسب. طبعا. طب أقول لك إيه يا رامي؟ كلم أميرة دي وقول لها أجلي الميعاد لبكرة. نعم. إيه؟ مشغولين يا أخي. مش فاضيين. ايه في ايه يا جماعه؟ واحنا يتشاور لنا نجري كده على طول؟ عندنا ميتينجز. ميتينجز ميتينجز. ايه ده؟ مش فاهمة حاجه. اتفضلي مدام ملك الجرحي. اهلا وسهلا مستر نديم. طبعا اهلا يا فندم. اتفضل ارزقكم. احنا ما اتقابلناش قبل كده. ده حلوه تشجع يا فندم. قصدي لا صراحه مش فاكره ان احنا اتقابلنا قبل كده. لا اتقابلنا واتكلمنا وقعدنا بس فين وامتى مش فاكر. والله هما بيقولوا في تحليل علمي للموضوع ده. ده اللي هو ايه؟ ده جافي. إن الواحد يشوف الحاجة قبل ما تحصل. يعني تقريبا. لا أنا متأكد إن إحنا تقابلنا. صراحة أنا مش فاكرة. هفتكر أنا على مهلي. المهم إن أميرة قالت لي على شغلك. ويا ريت يبقى في تعاون مع شركتنا. والله دي حاجة تسعدني. يا ريت الماركتنج مانجر بتاع حضرتك يقعد مع التيم بتاعنا ونشوف إيه المطلوب بالظبط ونعمله. أنت ما بتضيعيش وقت خالص. صراحة لا. مش بقولوا time is money. أنا أحب كده. وأنا كمان. قهوة. أفندم؟ أشرب قهوة. فور حاضر. عمر يا مستمع جديد. قهوة حضرتك تشربيها إزاي؟ من غير سكر. قهوة تركي يعني؟ قهوة بس؟ قهوة عادية.
قهوة تركي من غير سكر حالا. نايس اوفيس. ثانك يو. ما هو ما بيعملش فولو اب للتاسكس واحنا بنتكلم بالبق يعني؟ مش هيبقى تقولي لي انه مش موجود لاني عارفه انه موجود وان ملك الجرح معاك. بعد اذنك ما تضيعيش وقتك معايا. مش معنى اننا اتطلقنا انك تلغي الشغل اللي بيننا يا نديم بيه. انا ما عنديش معلومات ان في ميعاد مع حضرتك. هو مش في عقود يا باشمهندس ولا نسيت حضرتك؟ لو سمحت تتفضلي وبعدين تاخدي ميعاد. مش هتفضل. والهانم اللي جايه تستغل الموقف وتنط على شغلي بالطريقه دي هي اللي تطلع بره. انا اسف جدا. اتلمي واخرصي. اخرص شغلي وبدافع عنه ولا هو لا بيت ولا شغل؟ ايه يا ملك هانم؟ محدش علمك ان عيب قوي تنطي على شغل حد تاني بالطريقه دي؟ انا اسف. مدام ملك تعال تجري وراها ولا ايه؟ اسمعي بقى. تفهم ان علاقتك باي حاجه تخصني انقطعت واياك تستجري تعتبي المكان ده تاني. حركاتك اللي بتعمليها دي مش هتهتني. انا في عصك تحت جزمتي. تبعدي بالاميال عن اي حاجه تخصني ده لو ليكي كرامه. فاهم ولا لا؟ علي صوتك اكتر وخلي موظفينك يسمعوك وانا هقول لهم اتطلقنا ليه. ولا اقول لك خلي البوليس هو اللي يقول لهم. دبلتي اللي عليها اسمك نسيتها هناك. هو اللي قال لي انها سهله تتشقط عادي يعني. يا نديم حرام عليك، انا عمري ما خنتك. انذار. هو انا ذنبي ان ابويا كتب لي كل حاجه باسمي قبل ما يموت؟ انت طالع عايز خبر في كل الجرايد بكره ان انا ورشا انفصلنا. ايه؟ ابوك عايز يشوفك يجيلك لحد عندي. فيها يعني ما اقول لها كلمتين في جنبها يمكن تحس؟ انا اصلا مش عايزه اروح له تاني. شيل الست دي من دماغك عشان نعرف نعيش. وجود البنت معاك وانت في الحاله دي مش كويس عليك ولا عليها. يعني لوجي بنتي. والله هما بيقولوا في تحليل علمي للموضوع ده. ده اللي هو ايه؟ ده جافي. اوعي تقولي لي انه مش موجود لاني عارفه انه موجود. يا فندم انا بتكلم معاك. بعد اذنك بعد اذنك معايا. مش معنى اننا طلقنا انك تلغي الشغل اللي بيننا يا نديم بيه. انا ما عنديش معلومات ان في ميعاد مع حضرتك. هو مش في عقود يا باشمهندس ولا نسيت حضرتك؟ لو سمحت تتفضلي وبعدين تاخدي ميعاد. مش هتفضل. والهانم اللي جايه تستغل الموقف وتنط على شغلي بالطريقه دي هي اللي تطلع بره. انا اسف جدا. اتلمي واخرصي. مش هخرص شغلي وبدافع عنه ولا هو لا بيت ولا شغل؟ ايه يا ملك هانم؟ محدش علمك ان عيب قوي تنطي على شغل حد تاني بالطريقه دي؟ انا اسفه. مدام ملك تعال تجري وراها ولا ايه؟ اسمعي بقى. تفهم ان علاقتك باي حاجه تخصني انقطعت واياك تستجري تعتبي المكان ده تاني. حركاتك اللي بتعمليها دي مش هتهتني. انا في عصك تحت جزمتي. تبعدي بالاميال عن اي حاجه تخصني ده لو ليكي كرامه. فاهم ولا لا؟ علي صوتك اكتر وخلي موظفينك يسمعوك وانا هقول لهم اتطلقنا ليه. ولا اقول لك خلي البوليس هو اللي يقول لهم. دبلتي اللي عليها اسمك نسيتها هناك. لا 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 يا ملك. انت بغاش المفروض تنزلي مهما حصل. هو ايه ده؟ انت مش رايحه تديله برزنتيشن ولا تقولي له ادينا سبوت لله والنبي. انت رايحه ميعاد محدد عشان يحصل فيه اتفاق. انت مجنون يا رامي؟ كنت عايز نقعد بعد الطرد والبهدله والكلام السافل اللي قالته الزباله دي؟ وبعدين دي واحده جايه ومتمليه وعارفاني كويس وعارفه انا جايه ليه. من الاخر حد مقريها اللي بيحصل. مالك اديني فرصه. طيب وانا هكلم اميره بفهم ايه اللي بيحصل. اوكي هكلمك كمان شويه. باي باي. اقول لك على حاجه. الكامبين ده مبصص لنا فيه وعندي احساس كده من جوه بيقول لي انه مش هيكمل. وبقول نوع قالت نوع
بليز ركني على جنب شوية وبطلي فالك المهب ده عشان أنا مش ناقصه. طب يا أخوي خلي ست بتاعتك دي تعملها أي منظر. ما أنا بكلمها أهو. محسن بر أيوة يا عميرة أنت فين؟ يا سيدي ما باظتش ولا حاجة، تخرج بس اللي جوه دي وشوف إيه اللي هيحصل. ما تقلقش هكلمك تاني. هنعمل ايه في مصيبة الدبلة دي؟ تنزلي تعملي محضر في القسم، هتقولي الدبلة يا اما اتسرقت يا اما نسيتيها في المكان اللي كنت سهرانة فيه ولا كلمة زيادة. طب ما تيجي معايا. انزلي انزلي عشان ما اعملش معاك اللي كان لازم اعمله. ما عملتوش ساعتها ليه؟ اقول لك انا؟ عشان انت لسه بتحبني. تفتكري ممكن اضيع اللي بنيته عشان واحدة زيك؟ موتك ما يبسطنيش، انا هموتك بالحياة وده اللي هيبسطني. يعني ايه؟ مش فاهمه. فكري فيها على مهلك. يلا. ما بتردش. هي مين؟ ملك. وانت كلمتيها ليه؟ كانت خارجه من هنا منهاره وبتعيط، حاولت الحقها ما عرفتش، عمال اكلمها في التليفون ما بتردش عليا. انت اللي قلتي لرشا انها عندي؟ لا طبعا، ازاي؟ بس هي جايه وعارفه انها عندك. عارفه منين؟ ما ده السؤال اللي هيجنني. حاولت امنعها انها تدخل لك بس انت عارف اسلوبها بقى. مفهوم. انا خايفه اللي حصل ده يعمل لنا شوشره واحنا في غنى عنها. ليه بقى؟ يا ملك دي من نوع اللوكلوك؟ ما اعرفش، اصلها مش صاحبتي يعني. طب سيبي رقمها. انا فكرت في حاجه كده، تسمعني؟ أسمعك. تفضلي.
أنا آسف اقتحمت بيتك من غير سابق إنذار، بس كان لازم أعتذر لك عن اللي حصل في مكتبك. اتفضلي. معلش يا ريت تنسي الموقف البايخ اللي حصل. أهلا وسهلا مستر نديم. ما تستغربش، أنا ملك ودي مريم أختي، إحنا توينز، بس أنا مولودة قبلها بخمس دقايق. الحمد لله اللي جيتي بدري، كان زماني فاهم غلط. عادي، احنا متعودين، كل الناس بتلخبط بينا. اكيد لازم تعملوا حاجة تخلي الناس تعرفكم من بعض. انا اديتها الوردة على انها انتي. عموما ميرسي قوي على الورد، انا وهي واحد. الحقيقة هو فعلا في حاجة بتفرقنا عن بعض للأسف. من حوالي ست شهور كانت هي وبابا راجعة من الساحل، كانت هي اللي سايقة، وفجأة معرفتش تسيطر على العربية واتقلبت بيهم، وبابا توفى قبل ما ينقلوه المستشفى. I'm sorry. Thank you. وهي من الصدمة جالها حالة اسمها خرس مؤقت. الدكاترة بيقولوا إنه عملية وقت، إنه مفيش حاجة عضوية تمنعها من الكلام، وهي على فكرة تسمعنا وتتجاوب معانا كويس، بس إنه تتكلم صعب. مفهوم، زي الإحساس بالذنب بعد وفاة باباك الله يرحمه كده. يعني تقدر تقول كده، وده كلام الدكاترة كمان. هما بيقولوا إنه هي لازم تغير جو عشان تطلع من المود اللي هي فيه. ما تسفروها بقى. حصل فعلا، إحنا لسه راجعين من باريس من شهر تقريبا. كل الدكاترة اللي تعرضت عليهم هناك قالوا تقريبا نفس الكلام اللي اتقال هنا. عموما هي بتاخد شوية أدوية وعلى الله يعملوا مفعولهم معاها. إن شاء الله. لو على مصر احنا عندنا مستشفى كبيرة أخويا بيديرها، أي حاجة تحت أمرك. الحقيقة أنا مش عارفة أقول لك إيه، نسيت أشكرك على مجيك هنا وانشغلنا بالكلام عن المشاكل ومريم. ولا أي حاجة، أنا ما يرضينيش اللي حصل لك في مكتبي. الشغل اللي اتفقنا عليه ماشي زي ما هو. بجد؟ طب والعقد اللي لحاجات بسيطة ما تشغليش بالك. بعد إذنك لازم أمشي. تمشي كده ما سألتكش تشرب حاجة. معلش مرة تانية. أوصلك؟ أنا عارف المكان. أوكي. باي. Bang, 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 bang. My baby shot me down, 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 down.
عايزة ايه؟ امسكي دي، امسكي مريم. يا مريم معاكي فلوس؟ اه طبعا. عايز كريدت كارد ولا كاش؟ كاش كاش. خد خد يا بنت المحظوظ، امسكي خلبيها عشان نمشي بقى. طب يلا ميشو يلا. لا لا انا قاعد انا قاعد. لا 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 شوف كده اتك على نفسك في السواقة عشان هركب مع ميرم ونطلع وراه. بس يعني انت مش عارف بيتي يعني؟ بيتك ايه؟ انا هروح. بابي مركز معايا قوي اليومين دول. قلنا هنفطر يا جدعان عندي. افطروا براحتكم انا مروحة. ايه مروحة وبابي مركز معايا والجو القديم ده؟ بعدين ابوكي ده هتلاقيه في سابع نوم يعني. اتك كده على نفسك وتعالى نروح نقعد معاه. وبعدين الواد مشو بيجيب البت اللي معاه اللي فوق دي وهيجري معانا برضه يعني، فخليكي لطيفه كده يا مريم. طب واعمل ايه في مس ملك اللي راجع لي من امريكا على اخر الزمن دي؟ البيت متكهرب قوي. والله انا ملك دي انا ما مش فاهمها يعني، المفروض جايه من امريكا بقى واوبن مايندد وكده. مش عارف حاجه. مريم هو انت ليه محسني ان انت في كي جي 2؟ عشان انت مش عارفه جو البيت. بابي فيري ستريكت. ما تقول لها يا ليسي عمل فيك ايه لما رحت لنا. عمل ايه؟ الحياة هو راجل رخم يعني بمنتهى البساطة، هو قاعد يجعجع ويرجع في وشي ويزعق. سعف والله انا لو منك والله العظيم اديهم له وش. صباح الفل يا دكتورة، احنا اصلا متجوزين وسلام عليكم. عشان يذبحني. والله الواد شريف ده بيقول كلام زي الفل، ولا يذبحك ولا حاجة. والله ده شاري انت كده. انا قلت اللي عندي. انا أول مرة أعرف إنك بتفهم. وأنت حر. صدقني أول مرة أعرف إنك بتفهم. شوف أنت بس بتفهم. أيوه. هتسوق ولا تسوق؟ لا اسوق ايه؟ انا شايفك بالعافيه. اسوق ازاي؟ انت اسوقي طبعا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اسوق؟ اسوق فين؟ اسوق ازاي؟ يلا احنا نطلع سوا. بلاش جو ابوكي والكلام القديم اللي انت بتقوليه ده. ولا ابويا. انا هروح البيت يعني هروح البيت. مفيش بيت. هتروحي البيت ايه بس؟ I'm so sorry. أنا بجد ما خدتش بالي. ما تتخضيش، ما حصلش حاجة. العربية اتكسرت. ولا يهمك، حصل خير. اتفضلي انت. ما فيش حاجة خالص يا جماعة. طب لو تحب. أحب إيه بس؟ اتفضلي حضرتك. المرة اللي جاية بس وأنت راجعة بيبص في المراية. اتفضلي. Thank you. الحزام بقى. على فكره انا كنت هنزل ابهدل الراجل ده بس الحزام ما فكش، ما قدرتش انزل بصراحه. ماله حزامك؟ ايه؟ ما بيفتحش. حزام ما بيفتحش. الراسي ده نديم فخري؟ مريم انا بسالك، قابلتي نديم فخري قبل كده؟ اللي كان تحت من شويه وكان فاكرك انا. عشان كده لما شافني سألني ان احنا اتقابلنا وانا قلت له لا. تصدقي ما جاش في بالي خالص ان يكون قبلك انتي. ها بقى قوليلي، قابلتيه ازاي وامتى؟ وليه جريتي بالشكل ده اول ما جيت اعرفك بيه؟ يا حبيبتي مش هتبطلي الحساسيه دي. الحاله اللي عندك جات لناس كتير قبل كده.
وياما خفوا منها، انت ما فيكيش حاجه. بس من الواضح ان معرفتك بيه طياري كده صح؟ عشان كده مش فاكر الموقف قوي. لا ما تقوليليش، يعرف السفت الليسي بتاعك ده؟ امال ايه؟ والله العظيم يا مريم لخلصك منه واخليه يطلقك من غير ما ندفع ولا مليم. على فكرة الحقير ده جالي المكتب وانا رفضت قبله. يا حبيبتي يا حبيبتي اصبري، ممكن العبها بطريقتي؟ الاشكال الواطية دي محتاجة طول بال ولعب على الهادي. ما انا يا مريم مش هدفع له 5 مليون عشان يطلقك، كفاية عليه قوي الفلوس اللي قلبها منك. وبعدين احنا مش اتفقنا انك تسيبي لي الموضوع ده؟ طب ممكن واحده واحده عليا اخلص من موضوع عمك الاول وقضيته، وبعدين افضل الليسي ده. بس قبل ده وده لازم اثبت نفسي في شغلانه نديم، لازم امضي العقد ده. انت مش متخيله يا مريم الموضوع ده هيفرق معايا ازاي. ها قولي لي بقى، قابلتي امتى وفين؟ وحياتك لكان هيروح ولا يجيب لها ورد لولا ان انا فضلت ازن عليه وانا اللي خليته يعمل كده. انت كنت عايزه الموضوع يفكس وانت واقفه بتتفرجي ما بتعمليش حاجه كمان؟ لا طبعا، بس بيني وبينك ورشا دخل عليا قلبي كان هيوقف. هو ما عرفتيش؟ عرفت ازاي؟ اموت واعرف. دي داخله وعارفه ان في ميتنج، شكلها عندها عصفوره كده بتسرب لها الاخبار. ما هو ده سهل يتعرف. اللي مجنني ان مفيش حد غيري كان عارف الميتنج ده، ده حتى السكيورتي انا مبلغاه قبلها ب5 دقايق. يبقى هو هو ده. ايه دي رشا محجوب هتنزل لمستوى السكيورتي والحاجات دي؟ لا طبعا، الموضوع فيه سر، بس انا هفضل وراه لغايه اما اعرف. انا دفعت فلوس كتير قوي في الموضوع ده، مش عايزه اقول لك كمان انا عملت ايه. ماشي ماشي ماشي، طمني كل اللي اتفقنا عليه هيحصل. تمام، بس عايزه اقول لك ان انا مش هينفع اجي هنا تاني. طالما رشا عرفت هتفضل تحفر ورايا. انت ايه حكايتك بقى؟ كل شويه هتنطلي في نفس الحدوته؟ انا جاي هنا يومين اريح فيهم دماغي، مش عايزه كل شويه حد يقرفني بسين وجيم. ده ايه ده؟ مش بتعرفي تقري؟ استدعى نيابة؟ جابوه لي امين شرطة امبارح بالليل على البيت. عادي، اكيد عارفين انك صاحبي وعايزين يعرفوا منك اخر مرة شفته فين ومع مين كده يعني. هقول لهم. هتقول لهم ايه؟ انت هتستهبل؟ وبعدين يمكن عايزينك في حاجة تانية. عايزين ايه بقى؟ يتعرفوا بيا ولا ياخدوا معايا سلفاية؟ تصدق واحدة غيري كانت تفت في وشك وقطعت معاك بعد الحركة الواطية اللي كنت ناوي تعملها معايا؟ بقى أنا سافلة وتتشقط وسيب الباب مفتوح عشان أصوركوا؟ قلت لك كذا مرة إن الكلام ده فاكس. إديني مبرر واحد يخلي تامر ده يكذب. ده هو يا حرام لما هرش إنك بتكذب عليه وإني من ست شمال زي ما أنت فهمته، ضميره نقح عليه واعترف لي بكل حاجة وهو بيوصلني بعربيته لحد البيت. هو ده اللي حصل. تصدق ما تصدقش، أنت حر. يعني انت ما روحتيش مع تامر البيت؟ يا اخي يا ريتني كنت رحت معاه، على الاقل كنت منعته من الانتحار. والله تامر انتحر؟ يعني ما اتقتلش ولا اتزق؟ هو مش في مين تحقيق شغال وفي البتاع ده الشرعي بتاعهم ده؟ الطب الشرعي. اهو ده، هو ده اللي هيبين مات ازاي وبايه. أنا مشكلتي الوحيدة دلوقتي في دبلتي اللي وقعت مني في عربيته. تفتكر يكون طلعها مع بيته؟ رشا عايز أسألك سؤال. أنت جوزك طلقك ليه؟ تاني؟
هو انت مش لسه سألني السؤال ده امبارح وقلت لك اني ظبطته بيخوني؟ انت اللي ظبطتيه بالملاية؟ ملايتي ايه التخريف اللي انت بتقوله ده؟ ده القمر الصناعي هو اللي صورك وانت واقفه في الشارع. انت عايز مني ايه؟ لو كنت طمعان في قرشين خلاص بح، الفرخه اللي كانت بتبيضني طارت. بص هي الفكرة عجباني، بس أنا عايزك لما تعملي الإعلان تعمليه دايركت على طول كده أهو، عشان أخلص خالص على الكلام الفاضي بتاع الفورمالين اللي في الجبنة. خلاص، يبقى إحنا محتاجين إنك تبعت عينات من منتجات المزرعة لمعامل وزارة الصحة، وتطلب منهم ريبورتس بيأكدوا فيه إن هو خالي من الفورمالين. بس أهم حاجة إنه الأختام دي تبقى واضحة، وكمان محتاجة ريبورت تاني من وزارة الزراعة لنفس الغرض. ويا سلام بقى لو من أي بلد عربي أنت بتصدر له. تبقى انت كده تمام. بس بقول لك ايه، وهيكون فيها فورمالين بجد. لا اطمني، انا طول عمري ماشي ستريت، ماليش انا في العك ده. لا طبعا عارفه انت مالكش في الكلام ده. على فكره كلامك طلع صح، احنا فعلا اتقابلنا قبل كده. لا بس ثانيه ما كنتش انا، دي مريم اختي. شفتي بقى، انا ما انساش حاجه ابدا. قابلتها فين مريم؟ لا ده موضوع كده هبحكي لك عليه بعدين. انا كده ولا كده هشوفك بكره اخر النهار، وجايبه لك معايا مفاجاه هبقول لك عليها بكره. يلا باي، ما تنساش تبعت العينات. طيب سيو باي. يلا سيو باي. تعال. ايه الانشكاح ده؟ ولا حاجه. ايه الاخبار؟ الميتنج جاهزه. طب يلا بينا. طب يا نهى روح انت وانا هحصلك على طول. اوكي. انت قلت لبنتي ما تردش عليا؟ قبل اي كلمه صوتك لو عالي هنا مش هيحصل. طيب فياريت نتكلم بهدوء. اظن انت سمعت انا قلت ايه. واظن انت عارف ان انا لا اخلاقي ولا تربيتي يسمحوا بحاجه زي دي. بنتك ما بتردش عليك، دي مشكلتك معاها. شوف انت عمايلك وصلتها ليه. عمايلي ولا شحنك ليها؟ صوتك. وبعدين انا مش فاضيه، عندي شغل. ام سوبر بيزي. وانا مش جاي عشان اقعد واتضايف، انا جاي عشان اديكي دول. انا صرفت مكافاه الامتحان ودول تحت حساب علاج البنت. شيل فلوسك. لا احنا متفقين، وانا مش هسمح ابدا ان بنتي تتعالج على حسابي. وطي صوتك، وطي صوتك. انا لولا الظروف اللي انا فيها انا كنت قمت بالليله كلها، بس احنا برضو متفقين ان انا هرجع لك فلوسك على داير مليم. وانا مش مستنيه منك حاجه ولا بنتك. بنتك مش محتاجه فلوس يا حازم. بنتك محتاجه الاب يطبطب عليها وياخدها في حضنه، ينسيها اللي هي فيه، يشغل لها وقتها وما يخليهاش تفكر لحظة واحدة. بنتك محتاجة الحب يا حازم. متهيألي دي حاجة مش موجودة عندك. ايوه موجود. طب انا عايزه ضروري. مش هينفع. حطي بس التليفون على ودانها وقولي لها ان في حد عايز يكلمها. طب خليك معايا سنيوت. Thank you.
نديم فخري؟ مريم أنا بسألك، قابلتي نديم فخري قبل كده؟ أنت مريم، في حد اتصل على تليفون البيت وقال إنه عايز الدور، لما قلت له مش هينفع اللي خليها تحط السماعة على ودنها عشان هقول لها حاجة مهمة. ألو، هي معك أهي. وحشاني يا مريومة حبيبتي، أنا ريتك ما بتسأليش. قلت أسأل أنا. طب بذمتك يا مريومة أنا ما وحشتكيش؟ مش هتعرفي تربطي للأسف، معلش. طب بقول لك إيه؟ اسمعي بقى الكلمتين دول وحطيهم حلقة في ودني. أسلوب التهديد بتاع أختك ده يا حبيبتي ما يكونش معايا. أنت عارفين أنا لا بخاف من مكالمة التليفون ولا بتهت من كلمتين بيتقالولي. فطلقي حياتي من غير ما تعب. اعملوا اللي أنا طالبه، مش هطلق، مفيش طلاق. وبعدين طبعا أنا مش محتاجة أفكرك بصورك وفيديوهاتك اللي ليك عندي. يعني فقولي لأختك تنجز. خليها تنجز بدل ما أعمل معاكوا الصح. وبعدين يعني هيجي ايه الرقم اللي انا طالبه في الملايين اللي معاك انت واختي؟ خلي كده مالك تفكها شويه، بلاش بخل بقى. وبعدين قولي لها جو البلطجيه البلدي اللي هي عايزه تعمله ده ما بياكلش اليومين دول. اما انا ممكن اجيب لها بلطجيه انا كمان. هم يعني هيكلفوا قد ايه؟ فهميها كده وعقليها وشوفي هتشرح لها ازاي بقى. ها؟ وبعدين بقول لك ايه يا روحي؟ يعني بخليكي فاتحه تليفون، يمكن اكلمك في مره، اعدي عليك في مره، تحب انت تعدي عليا في مره كده يعني. ها يلا حبيبي، ما تنسيش ان احنا لسه مع بعض. يعني ماشي يا حبيبتي، يلا باي باي. لا لا الا الله، لا لا الا الله. مين ده يا مريومة؟ بيبقى طعمها مر. ماما قالت لي الدواء اللي انتي بتاخديه في المستشفى هو اللي بيخلي طعمها كده. اوكي هنشتغل على تو لاينز. أول لاين هيكون إعلان دايركت، وده السكريبت بتاعه عبارة عن شهادات مختومة وموثقة من وزارة الزراعة والصحة وكمان من وزارات من بره، والمفروض إنه نديم فخري هيجهز لنا ده خلال يومين. معلش أنا مش فاهم، بس هو في برودكت معين هنعمل له حاجة دوكيومنتري؟ لا أنا كلامي واضح يا رامي، إعلان دايركت يعني صور وناريشنز تعرضت مجموعة الخير للمواد الغذائية إلى حملة تشهير كاذبة هدفها التشهير من سمعتها مثلا. هنبقى نحضر ده بكره، فهماني يا نيرة؟ هقعد معاكي وانت بتكتبي السكريبت ده. طيب هو مش المفروض ده شغل البي ار بتاعه هو؟ وكمان شغلنا احنا. خلونا بقى في اللاين التاني اللي انا عايزه منه انيماتيك بورد، يبقى جاهز بكره. بكره؟ بكره ازاي يا ملك؟ ايه السرعه دي؟ لازم الاول نقعد مع التيم اللي عنده، نعرف البلان بتاعهم، الماركتنج، عاوزين ايه، محتاجين ايه. من غير ما نقعد ولا نسمعهم يا عمرو، انا عايزه ابهر الراجل ده، ما خليهوش يفكر لحظه. ملك معلش يعني هو من ناحيه مبهور، فهو مبهور خلقه. امال اميره موجوده عشان ايه؟ لا اميره عملت اللي عليها، وصلتنا لحد الباب وتشكر. دلوقتي جه دورنا. انا بفكر نجيب لعيب كوره مشهور ثانيه ومعاه ولد صغير. لعيب كوره مشهور ثانيه واحده معايا ولد صغير. الولد مثلا عمره قد ايه؟ 6 سنين مثلا. 6 سنوات مثلا، والاثنين بيلعبوا سوا، وبعدين الولد بيعلي الكوره فوق قوي. ايوه بشكل مبالغ فيه جدا، واللعيب هيبقى مبهور ان الطفل قدر يعمل كده. تمام بالظبط، والكوره تطلع فوق جدا في السحاب، بتتحول فجاه بقدره قادر لعلبه جبنه الخير مثلثات. بص يا عمرو. ايوه انا محتاجه فكره اعلان يطمن المستهلك ناحية المنتجات دي بعد الإشاعة اللي طلعت عليه. أيوه. وتاني أهم عامل، لازم المستهلك ما يحسش إن المنتج ده غالي على جيبه. ما يحسش إنه غالي. وإنه متميز عن باقي المنتجات اللي شبهه في السوق. في السوق. بكرة عاوزة
فكرة تلخص الموضوع ده على انيماتيك بورد. ملك معلش انا سمعت بس كلمة بكرة. بكرة؟ نعم بكرة. ازاي ملك؟ ملك اللي انت بتطلبيه ده مستحيل. ده مش مستحيل، ده مستحيل جدا. لا انا بتكلم جد على فكرة، بكرة الساعة 3 لازم الموضوع ده يبقى جاهز، الساعة 4 لازم اروح عند الراجل والفلاش ميموري في ايدي. تمام الكلام ده؟ ملك هو انت ماضيتي معاه ولا لسه؟ عشان لو مش كده يبقى يعني ده مش طبيعي. ما ماضيتش. طب لما هو لسه ما ماضيتيش نكلف روحنا ونجهد نفسنا على الفاضي؟ افرضي مثلا في بند في العقد. بلاش رغي كتير، اللي انا قلت عليه هيمشي ضروري. يلا باي يا جماعه. انا هجيب انيميتر منين في الوقت ده يرد عليا عشان اتفق معاه وينفذ الكلام ده على بكره؟ لا مش هي دي القضيه خالص على فكره، دي ممكن تتحل. هو بس ايه ده؟ ايه ده؟ انا ملك ودي مريم اختي، احنا توينز، بس انا مولوده قبلها بخمس دقائق. والهانم اللي جايه تستغل الموقف وتنط على شغلي بالطريقه دي هي اللي تطلع بره. انا اسف جدا. دي واحدة جاية ومتملية وعرفاني كويس، بالآخر حد مقريها اللي بيحصل. طب عمل ايه في مس ملك اللي رجعلي من أمريكا على آخر الزمن دي؟ تنزلي تعملي محضر في القسم، هتقولي الدبلة يا إما اتسرقت يا إما نسيتيها في المكان اللي كنت سهرانة فيه ولا كلمة زيادة. وأنا مش هسمح أبداً إن بنتي تتعالج على حسابي. بنتك محتاجة الحب يا حازم. لو كنت طمعان في قرشين خلاص. بح، الفرخة اللي كانت بتبيض لي طارت. استدعى نيابة؟ يعني انت ما روحتيش مع تامر البيت؟ طالما رشا عرفت هتفضل تحفر ورايا. والله العظيم يا مريم لخلصك منه. مالك اللي انت بتقوليه ده مستحيل. بكرة الساعة 3 لازم الموضوع ده يبقى جاهز، الساعة 4 لازم اروح عند الراجل والفلاش ميموري في ايدي. تمام الكلام ده؟ مالك هو انت ماضيتي معاه ولا لسه؟ عشان لو مش كده يبقى يعني ده مش طبيعي. ما ماضيتش. طب لما هو لسه ما ماضيتيش نكلف روحنا ونجهد نفسنا على الفاضي؟ افرضي مثلا في بند في العقد. بلاش رغي كتير، اللي انا قلت عليه هيمشي ضروري. يلا باي يا جماعه. انا هجيب انيميتر منين في الوقت ده يرد عليا عشان اتفق معاه وينفذ الكلام ده على بكره؟ لا مش هي دي القضيه خالص على فكره، دي ممكن تتحل. هو بس ايه ده؟ انا مش قلتلك ما تهوريش ناحيه البيت. اهلا 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 حبيبي بابي. اهلا اهلا اهلا. نروح على اوضتنا بقى. يلا. I love you so much so much. ازاي تستدري؟ اطمن على بنتي. قلت لك ما تهوبيش ناحيه البيت ده. يا نديم ارجوك لازم نقعد ونتكلم بالعقل. مفيش اي كلام بيني وبينك، اطلعي بره البيت ده حالا. نديم لازم تسمعني قبل ما تلاقي اسمي واسمك في صفحه الحوادث. بلاش ابتزاز. مش عملتي محضر بضياع الدبله؟ وريتني متهببت وسمعت كلامك. ليه؟ عشان اي حمار بيفهم هيعرف ان انا عملت المحضر ده بعد ما اكتشفت اني نسيت الدبله هناك. مش قلت لهم انها ضاعت في المكان اللي كنت سهرانه فيه؟ سيبك من المحضر، خلينا في النيابه. النيابة استدعت وليد. مين وليد؟ وليد اللي تامر قال لك عليه قبل ما يموت على طول. وايه كمان؟ وليد ده واد واطي وفي كل العبر. جالي النهارده الصبح يهددني. من الاخر كده شافنا واحنا نازلين من بيت تامر وصورني كمان بعد ما نزلتني من العربية في الشارع. الواد ده ممكن يعاق جامد في النيابة. أنا عايز أخرسه بقرشين. النيابة لو وصلوا لي وعرفوا إننا اتطلقنا يوم الحادثة هيبقى أكبر دليل إنك ظبطتني معاه. وهندخل انا وانت في سين وجيم. وعندك بقى جرايد تكتب ومواقع وفيسبوك وتويتر
الاخر يا رايح كتر من الفضايح. شوف بقى صحاب لوجي ممكن يقولوا لها ايه في المدرسه، وشغلك والعملاء بتوعك وكل الناس اللي نعرفهم. عشان كده انا فكرت كويس ولقيت اسلم حل اننا نرجع لبعض. صدق صحيح ده اسلم حل. ازاي كان تايه عن دماغي قدام الناس بس مؤقتا يعني لغايه ما الدنيا تهدى وكل حاجه يروح لحاله. بليز يا نادين ما تضيعش سمعتي وسمعتك عشان نشوف ايه دماغك. انا في الاخر ام لوجي بنتك. شطورة ومهذبة ولما بابا يكلمها لازم ترد عليه. صبيعة يزعقني وهيقول لي تاني بيتي عندي، وانا بحبش اروح عشان الست اللي هو متجوزها دي. ما هو مش لازم تروحي له ولد بيتي عنده يا حبيبتي، بس ما يكلمك ترد عليه، تطلبي منه تخرجوا مع بعض تتغدوا سوا، يجيلك هنا لو عايز، انا ما عنديش مانع طبعا. ممكن تفهميه بالراحة كده ان انا مش بحب ابات عندك، وانا بحب اوضتي اللي هنا. اتفقنا؟ يلا بقى ابعتي له مسج قولي له معلش يا بابي انا اسفه مش كنت بكلمك، وبكره الصبح نتكلم مع بعض. ايه مستغربه ليه يا حبيبتي؟ احنا مش اتفقنا ما لكيش دعوه بالمشاكل اللي بيني وبينه؟ اي نعم انا بزعل وبتضايق لما بيزعقلك، بس في الاخر ارجع اقول ده باباكي وهيفضل باباكي مهما حصل. اوكي اوكي يلا بقى. ايوه كده حضن كبير وبوسه. الله الله يا حبيبتي. يلا بقى ننام وندفي بعض. اوكي اوكي تصبحي على خير. انت من اهل الروح يا حبيبتي. شوف مصيبة في الشغل ولا ايه؟ لما صوروش الاعلان تبقى كارثة. طب يا حبيبتي ارتاحي انتي كده ثانية وهرجع لك مش هتأخر عليكي. اوكي؟ فهميني ايه ده؟ انت مجنونه ازاي اتصورتي معاها بالشكل ده؟ ما تفهميني. كان جوزك يا اختي ان شاء الله يكون مين؟ ما انا كنت متنيله على عيني متجوزه، عمري ما اتصورت كده ليه؟ ها؟ انت عارفه الصور دي لو نزلت على الانترنت ولا انتشرت في اي مصيبه الناس هتقول ايه؟ هتقول دي ملك هيفتكروها انا. وعارفه لو وقعت في ايد حازم ايه اللي هيحصل؟ هيرفع عليا قضيه وياخد مني البنت وحلني على ما اثبت للمحكمه انه دي مش انا. انت ازاي تخبي عليا انه ليه معاكي صور بالشكل ده؟ ليه ما قلتليش يا مريم الاول؟ ليه؟ يا ريتني ما كنت كلمته الصبح وهددته. لا وايه؟ كلامك معايا الصبح حسسني بالذنب ناحيتك واني مش عارفه اعمل لك اي حاجه واني ماجلاكي على طول. يا حرام. يا رب
استعجلت وكلمته النهارده. هقول لك ايه بس، هتمشيني في سكه الله اعلم نهايتها ايه، هتخليني اشوف لي الحيوان ده حل قبل ما الصور دي تقع في ايد حازم ويستغلها. عامل ايه فيكي؟ ما تبطلي الزفت السجاير اللي انت بتشربيه ده، ولا عايزه تفضلي خارصه طول عمرك؟ بنتك مش محتاجة فلوس يا حازم، بنتك محتاجة الأب يطبطب عليها وياخدها في حضنه، بنتك محتاجة الحب يا حازم. إيه يا حازم؟ هو أنت مش عندك محاضرات بكرة الصبح بدري؟ آه. آه؟ طب وسهران ليه أمال؟ أبداً، مفيش. مفيش؟ وأنا تايهة عنك، ما تقول لي في إيه؟ قلت لك مفيش. والله العظيم يا حازم أنت شكلك زي اللي عامل عاملة وخايف يقول. إيه الكلام الخايب ده؟ أنت إزاي تكلميني بالطريقة دي؟ بلا تكلميني كده بلا بتاع، انت بس راجع من بره كانك متشقلب، قلت اشوف فيك ايه. وسام انا مش فايق لك. امال فايق لمين؟ للي كنت عندها؟ ما تبصليش كده وما تسالنيش عرفتي منين. فيا شيء لله. انت عايز تقفل موبايلك ساعتين بعد ما تخلص محاضراتك وما شكش؟ قول لي بقى، انت اللي رحت لها ولا هي اللي جات لك الجامعه؟ يا هتاكلني يعني؟ يا حلاوه يا حلولي، اديك اعترفت وقعت بلسانك. جرايه يا وسام، انت هتحاكميني؟ انا حر اعمل اللي انا عايزه. حر وتعمل اللي انت عايزه، ما اختلفناش، بس احنا اتفقنا على حاجه، انك ما تروح لهاش لوحدك. رحت لها بقى لوحدك ولا هي اللي جات لك الجامعه؟ استنى، هي عارفه ان انا ما عنديش محاضرات النهارده لانها مركزه معايا وحطاني في دماغها، تلاقيها هي اللي طبت عليك صح؟ طب ايه رايك بقى ان انا اللي رحت لها؟ ارتحتي؟ لا ما ارتحتش، ولعتني اكتر يا حازم، وعايز اعرف ايه اللي وداك عند الست دي بعد اللي عملته فينا. قلت لك انا حر. وانا كمان حره في اللي هعمله، دي حياتي، مش هسمح ان انت تهدها، تيجي في يوم تقول لي انا رجعتها علشان خاطر البنت. اوه تقرف. ها يا وليد، شفت الموبايل ده قبل كده؟ ده موبايل صاحبك تامر سراج الدين، لقيناه مسجل اسمك وتليفوناتك وعنوانك وايميلك. انتوا صحاب مش كده؟ يعني لا مش يعني، انتوا صحاب وقوي كمان. الراجل كان عامل لك في الجاليري بتاعه البوم لصورك معاه ومسميه انا وانتيم. هو احنا كنا يعني كنا صحاب قوي من غير ما تقول، الرسائل اللي بينكوا واضحه. الراجل ما كانش بيخبي عنك حاجة، قبل ما يموت بحوالي ساعة كان بعت لك رسالة، تحب أقراها لك أنا ولا تفتح موبايلك وتقراها؟ أوكي أقراها لك أنا. قشطة يا برو، أنا والملفاية طالعين على الخن، يلا حصلنا. والملفاية بقى تبقى صاحبة الدبلة دي؟ أنا هقول لك كل اللي أعرفه. الملفاية دي تبقى رشا محجوب، مرات نديم فخري. طب نلغي ازاي؟ تصرف يا أميرة، قولي لها اي حاجة. قولها ايه بس؟ اي حاجه. ورا الشؤون القانونيه بتراجع العقد، اكتشفت ان في مشكله مع الايجنتس اللي فاتت، لما مشاكلنا تخلص معاها نبقى نشتغل كده يعني. طب هو انت ممكن تفهمني بس خدت القرار ده ليه؟ عشان ممكن مش مهم، مش مهم، اعمل اللي بقولك عليه. انت كويس؟ كويس. ها طب انا عندي اقتراح، انا ممكن اجل لك الميعاد وبعد كده نحدد ميعاد تاني تتناقشوا فيه، تكون انت حتى فكرت وخدت القرار على اساس سليم. اسمع اللي بقولك عليه يا اميره، مش هشتغل معاها. انت
متأكد انك كويس؟ هعمل لك حاجة تشربها؟ مش عايز حد يدخل عليا. أنا نفسي أفهم إيه اللي معطل الدنيا لغاية دلوقتي؟ المونتير؟ ما تديله اللي هو عاوزه خلصني يا رامي. ما هو مش معقول أقول للراجل رايحلك معايا مفاجأة وأروح له إيد ورا وإيد قدام. طيب ابقى طمني وأنا ساعة وأكون عندك. باي. وكمان انت اللي زعلانة؟ والله مش فاهمة مين اللي لازم يزعل من التاني، أنا ولا انت؟ مين اللي بيخبط على الصبح ده؟ ايه؟ أهو أهو مش انت هي فين؟ يا ست مالك هانم؟ أيوة انت، تقرير خبير طلع أهو، وكلام أنا اللي طلع صح يا بنت أخويا، تزوير 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 افندم. بتزوري امي تابوكي بعد ما مات يا ملك. ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش انا اللي بقول يا بنت اخويا، مش انا اللي بقول يا روح عمك، ده الخبير هو اللي بيقول، الخبير اللي المحكمه حورت له الاوراق هو اللي قال، قال عقد البيع مزور والإمضة دي مش إمضة أبوكي. ما أنا قلت لك راجعي نفسك قبل ما تقريري الخبير يطلع. ركبت دماغك وقلتي أدبك وطولت لساني. روح أسأله فين يا أختي؟ أروح له قبر أسأله؟ ها؟ أديني اتأكدت من اللي كنت شاكك فيه من غير ما أسأله. ما بالعقل كده يا أم الزكاوي. أبوكي يكتب لك أنت بالذات كل حاجة وأختك لا. ها؟ يكتب لك ليه وأختك لا؟ حرام ولا مش حرام؟ هي دي كمان كنت عاوز تاكلي حقها. ما ده اللي اسمه تزوير وكذب. لا ده اللي اسمه طمع. الله يرحمها أمي، ما أنت وارثة الطمع من أمك. هو كان طلعها اللي طبعها مش كده برضه ولا إيه؟ تحب أقرأ لك؟ ولا تقري أنت؟ خلصت كلامك؟ ايوه خلصت كلامي. طب اتفضل اطلع بره يا ابو تزوير. تطرديني؟ بتطرديني يا مرق؟ تطردي عمك؟ هي دي تربيه امك بتاعت الاتيكيت؟ هو ده اللي اتعلمتيه في امريكا يا حلوه؟ ها؟ مع السلامه، بره. طالع يا حبيبتي، ماشي. بس قبل ما اطلع عاوز افكرك ان انا جيت لك هنا مرتين، يعني بدل مره اتنين، ونصحتك بدل النصيحه 10، واديتك فرصه بدل الفرصه 10، انما مفيش فايده. انا شفت دماغك على الاخر. استحملي بقى يا حلوه اللي هيجرالك، استحملي اللي هيحصل لك، استحمليه. مع السلامه. ماشي نزل ايدك ورحمه أبوك الغالي لزجنك يا ملك. عارف يعني إيه؟ هزجنك. ومش عاوز حد بقى يقول لي ويعاتبني إزاي ترمي بنت أخوك في السجن. هزجنك، أنا حلفت ورحمة أبوك الغالي زي ما جوختيني. هزجنك يا ملك. أشوف وشك في السجن. مع السلامة.
مش كفايه لحد كده؟ يعني بلاش اقول لجوزي؟ سيادتك اتصلتي على كل التليفونات تقريبا ومحدش رد. انت مستعجل على ايه؟ هي النيابه هتطير؟ وبعدين انا من حقي اعرف انتوا عايزيني في ايه؟ انت ليه مش راضي تقولي؟ قلت لحضرتك معايا امر ضبط واحضار. ما هو ده اللي انا مش فاهماه، ضبط واحضار ليا انا؟ ازاي يعني؟ اكيد طبعا في ميس اندرستاندينج. امر الضبط والاحضار باسم رشا محجوب. مش سيادتك رشا محجوب؟ ثانيه اهو التليفون بيرن. الو مين معايا؟ الو ايوه يا اميره. مادام رشا حضرتك بتتكلمي من البيت ولا انا بتهيألي؟ نديم فين؟ موبايله مقفول وما بيردش على الدايركت بتاعه، وصليني بيه حالا. لا اصل انا لسه واصله المكتب فمش عارفه اذا كان موجود ولا لا، لو مش موجود تحب ابلغه حاجه؟ انت هتحوري؟ بقول لك لاقيهولي حالا وخليه يكلمني على طول. طيب ممكن دقيقه بس اتاكد اذا كان موجود ولا لا؟ دقيقه واحده. ايوه مستر نديم، مدام رشا على التليفون. مش عايز اكلم حد يا اميره، قولي لها ان انا سافرت المزرعه وتليفوني فصل. اوكي اميره استني، قولي لها ان انا في ميتنج وان انا هرجع البيت على الغدا، قولي لها كمان انك حجزت لنا على العشاء بره انا وهي، ولما تقفلي معاها عايزك تعملي فعلا كده، احجزي لنا مكان فيري رومانتك، كاندل لايت دينر يعني. اوكي ميرسي. اظن كفايه لحد كده ويلا بينا بقى. انت عملت كده ليه؟ ده انا كنت اون هولد، يعني خلاص كانت هتحولني بيه. مدام رشا من فضلك يلا. طب انا بنتي في المدرسه وانا مش فاتحها شؤون اجتماعيه يا مدام، واظن في شغاله هنا برضو، ولا انا غلطان؟ اتفضلي سيادتك معايا. انت خدت ده ليه؟ محتاجه معايا. هو في ايه بالظبط؟ مش عارف والله. اتفضلي. امال مين اللي يعرف؟ مين اللي يعرف يا استاذ جلال؟ ما تفهمني مين اللي يعرف؟ وازاي ده حصل؟ ازاي البهي الخبير يقول في تقريره اني مزوره قمدة ابويا؟ هو انت مش كنت حاضر معانا كل حاجه؟ طب بس استهدي بالله كده وكل حاجه هتتحل ان شاء الله. تتحل؟ تتحل باماره ايه؟ ومين اللي هيحلها؟ حضرتك ولا المحكمه ولا عمي؟ على فكره انا دلوقتي بس فهمت انت ليه ما كنتش عايز محاكم من الاول، وكنت عايز تديله قرشين ونفضها سيره. طب لما انت مش قد القضايا دي ما تكون صريح معايا من الاول، بتورطني معاك ليه؟ يا مدام ملك انا مراعي الحاله اللي انت فيها، علشان كده هسيبك تهدي خالص وبعدين نبقى نتكلم على رواق. نتكلم؟ نتكلم في ايه؟ حضرتك يا استاذ جلال مش واخد بالك انه بالقرار ده هياخد الحكم اللي هو عاوزه وهيشاركني في الورث، ومش واخد بالك كمان ان انا ممكن اتحبس بتهمه التزوير. يا فندم لا ده هيحصل ولا ده هيحصل. انا هطعن على قرار الخبير وهطلب تشكيل لجنه ثلاثيه برئاسه كبير الخبراء ومراجعه عقد البيع من اول وجديد. وافرض ان المحكمه وافقتش، هتعمل ايه ساعتها؟ يا مدام ملك احنا لسه في اول درجه. حلني يعني، اقعد انا كده مش عارفه راسي من رجلي ولا عارفه اتحكم في حاجه سنتين ثلاثه قدام؟ موت يا حمار. حمار؟ لاحظ ان كلامك جارح. عموما احنا ان شاء الله هنخلص قبل كده بكتير. موت ما نمتش من امبارح. طيب انا هسيبكم بقى لشغلكم وهبقى اطمنك لما اخلص مذكره الطعن. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا ملاحظ ان الجدع ده كل مره بيجي بيعكنن عليكي. انا شايف ان انت اتغيري وتجيبي اي حد غيره. والله شكلي هعمل كده وقريب. مين بقى الجدع الليسي ده اللي بيجي بيسال عليكي؟ ده واحد كده حشر نفسه في كل حاجه وانا بنفض له. كلفنا كتير. معلش بس هيجيب لنا اكتر. انا هروح له. مستر نديم. انا بحاول اوصل لملك طول الوقت تليفونها مقفول. بعت لها مسج، كلميها على مكتبها، بعتي ايميل، اعملي اي حاجه. انا بقول بس لو تقابلها
أقابلها ليه يا أميرة؟ بقولك مش هشتغل معاها وأنا بتكلم صيني. تصرفي خلصيني من الحكاية دي. وأنا ممكن أسأل سؤال؟ أيوة، أنا ورشا رجعنا لبعض في مانا. مين تامر سراج الدين ده؟ مين تامر سراج الدين؟ دي دبلتك اللي لقيناها في اوضه نوم واترفعت بصماتها خلاص. ايه ده، انتوا لقيتوها؟ طب والله كويس، فيري جود. انا كنت زعلانه قوي لما ضاعت، كنت فاكراها اتسرقت. هي ضاعت ولا اتسرقت ولا نسيتيها؟ نسيتها فين حضرتك؟ حضرتك بتقول انكم لقيتوها في اوضه نوم، دي اهانه. انا ست متجوزه ومتجوزه راجل محترم، وبعدين انا اصلا عملت محضر لما الدبله دي ضاعت مني. ضاعت؟ يعني انت ما تعرفيش حد اسمه تامر؟ اعرف مليون تامر، من اول تامر حسني لحد تامر هجرس. ده انا حتى عندي 2 في الوكاله بتاعتي بيشتغلوا برضه اسمهم تامر. غريب، مع ان في ناس شافوكوا وانتوا بترقصوا مع بعض، وشافوكوا برضه وانتوا خارجين من المكان اللي كنتوا سهرانين فيه مع بعض. هو حضرتك تقصد تامر ده؟ اصل انا ما اعرفش اسم باباه، فلما قلت لي سراج الدين اتلخبطت. ايوه طبعا اعرف تامر، ده حتى وصلني بعربيته ويميها لحد البيت. ايوه بقى، ايوه انا كده بقى فهمت. يبقى انا اكيد وقعت دبلتي في عربيته ويميها. بس غريبه يعني انه ما كلمنيش وقال لي انه لقاها. وانت ما كلمتوش ليه وسالتي؟ فكرت، بس بصراحه اتكسفت، اصل احنا مش صحاب قريبين قوي كده يعني. دي كانت تاني او تالت مره بس اشوفه فيها. دي اول مره، واللي عرفكم على بعض وليد منصور، ولا ما تعرفيش وليد كمان؟ يا ريت بقى تقولي لنا اللي حصل لما رحت مع تامر بيته. قلت لحضرتك دي اهانه، بيت ايه ده اللي رحته؟ رحت معايا رشا، والرساله اللي بعتها لصاحبه بيقول انك كنت معاه. كذاب، اكيد طبعا تامر ده كذاب، ذنبي انه بيكذب، واجهوني بيه. للاسف مش هنعرف نواجهك بيه لانه مات. ايه؟ مات؟ ايه ما تعرفيش؟ لا طبعا، حضرتك صدمتني قوي دلوقتي. وهتتصدم اكتر لما حضرتك هتشرفينا لحد تقرير المعمل الجنائي ما يجي ويقول الشعر والبصمات اللي لقيناهم في بيته يخصوكي ولا لا. اكتب يا ابني. قررنا الاتي: تحبس المتهمه 4 ايام على ذمه التحقيقات، ويطلب تحريات المباحث حول الواقعه، ويستعجل تقرير المعمل الجنائي. معلش، ممكن من فضلك استخدم التليفون تاني؟ قصدي عاشر. من فضلك قدر اللي انا فيه، وقدر اني مش عارفه اوصل لجوزي، وطبعا مش عارفه اتكلم مع حد عشان الفضايا. بليز من فضلك. اتفضلي. لا انا بس كنت عايزه ابعت مسج. اتفضلي. ازاي يا رامي؟ انا لازم اعرف هو عامل معانا كده ليه؟ احنا مش عيال بنلعب، ده بيزنس. يعني انا كان ليا حق لما قلت لك امضي العقد الاول قبل ما تصرفي جنيه. هو احنا في مين له حق ومين ملوش حق يا نهى دلوقتي؟ ما تحسوا بيا شويه.
لو سمحت قولي لهم يحضروا لي العربية. ملك يعني فريدي براحتي وما عرفتيش تقابليني. أمال أميرة بتاعتك دي بتعمل إيه؟ ولا هي ساعة القبض أوكي وساعة الجد بلح؟ يا عيني دي هتتشل. ويا عينك ليه ويا قلبك ليه؟ وهي عملت لنا إيه في الآخر غير إنها لبستنا في الحيط وخلتنا نقع على الفاضي؟ ملك ما تزعليش مني ها؟ إيه أنت اللي استعجلت؟ أيوة أنا اتزفت استعجلت. خلونا في الحل بقى. هي مش قالت له إن موبايلي unreachable؟ آه. تمام. نكمل اللعبة بقى. هي فعلا حاولت تكلمني وما لقيتنيش وانا رحت في معادي. اول ما دخلت على مكتبها هي في التواليت ودي عليك انت يا رامي، واروح انا اطب عليه على طول كده مفاجاه. هو اول ما يشوف شغلنا هيغير رايه. طب بدل ما يبقى فيها احراج ويقول لك كلمه كده او كده ما تبعتي السي دي مع اميره عشان ترميه في الدرج وتقول لنا وريته له وما عجبوش. انا لازم اقعد معاه فيس تو فيس واتكلم معاه كمان، مش هينفع حتى في التليفون. سيبوني بس شويه كده ارتب افكاري عشان اعرف اقول له ايه. اوكي. ده ايه اليوم اللي ما يعلم بيه الا ربنا ده؟ وانا اصطبحت بوش مين النهارده؟ وعندك يا ستي ومسيلك اللي انا 10 فدادين مانجا بالاسماعيليه. ها؟ وشاليه في العين السخنة، واخوه يرد عليه على طول في راس صدر، شاليه تاني في راس صدر، الاتنين يشوفوا بعض، تصدقي؟ يعني يا عيني. ده غير بقى الفيلا اللي في الساحل الشمالي، عارفها؟ الفيلا الكبيرة قوي دي اللي على البحر. ها؟ وغير شقة المهندسين اللي كان الله يرحمه عاملها عيادة اللي في المهندسين. الله، وكان في عيادة في باب اللو، أنت نسيتها ولا إيه؟ لا مش ناسيها، أنا ما انساش حاجة أبداً، مش ناسيها طبعاً، بس دي إيجار، يعني سيبك منها، خلينا في التقيل، فهماني؟ بصي يا ستي بصي. إيه ده؟ إيه ده؟ ده جواب من البنك. قول. احكي لك. أصلها يا ستي رفضت الواد البواب بتاعها لما شافته واقف يتكلم معايا. فالواد ما بقالوش رزق يسترزق منه غيري، فانا رحت بشغله شغلانه بسيطه قوي كده، قلت له تقف قدام باب الفيلا اول ما يجي المستشار تاخد الجوابات اللي جايبها لها تديها لي. ايوه. بس سمع الكلام فجايب لي جواب من البنك اهو. اقرا. جواب من البنك. طبعا في بنك تاني وتالت ورابع. اكيد. ها ده بنك واحد. بص يا ستي. ده الحساب الجاري. اسمع الحساب الجاري فيه قد ايه؟ قول يا اخويا قول. 1,000,000 ها؟ و600,000 يا نهار اسود. لا وايه؟ دولار. دي او لم الف ر دولار. اخضر اخضر. تمام يا حبيبتي تمام. شفتي؟ ده الحساب الجاري. نخش بقى على حساب التوفير. كام يا شاطره؟ ها؟ امسكي نفسك شويه. قول. 2,900,000. يا قلبي. لا 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 استني. لا وايه امسكي قلبي بعد دي. ودولار. دي او لم الف ر دولار. ده غير الفكه اللي على الوش. سيبك منه. ده بقى في حساب تاني بالجنيه. ايوه. وحساب تالت باليورو. ايوه. وحساب رابع بالاسترليني. ده غير بقى الشهادات والودايع اللي انا مش عارف الم اولها من اخرها ناديه لغايه دلوقتي. انا عايز اسالك سؤال. اموري. اخوك جاب الفلوس دي كلها منين؟ ها؟ هو خلع السنان بيجيب الملايين دي كلها؟ لا طبعا لا، بس هو زي ما تقولي اخويا الله يرحمه كان ناصح حبتين. كان كل شويه يشتري اسهم في البورصه. ها؟ يروح شاري شويه شقق وروح معنتكها ومظبطها وروح بيعها يكسب طبعا فيها، يشتري اراضي بملايين وبعد شويه يروح بيعها بملايين. يا حبيبي. ناصح. امال انت ما طلعتش ناصح زيه ليه؟ يعني زي ما تقولي خيبه بعيد عنك. قول لي بقى الاسطوانه المشروخه بتاعتك. اصل انا سبته يكمل تعليمه. انا اللي صرفت عليه. ايوه. يخش الطب لغايه ما خلص بقى. دكتور انا اللي صارف. وبعدين انت توظفت عشان تصرف على امك وعليه. امال ايه؟ بس يا خساره ما تمرش فيه ولا تمر في بناته.
لو ابنك الفقري بس يسمع كلامي. بقولك ايه؟ نعم. هو انت مش طلبتي حاجة منها؟ واخد بالك علشان تخلصي الموضوع بطريقتك. ايوه. طيب ما انا جبت لك يا اختي الحاجة لحد عندك. ان شاء الله هيحصل، بس انت قول يا رب. يا رب يا ستي يا رب يا رب. بقولك ايه؟ انت فاكر الشقة اللي احنا رحناها له في اسكندرية زمان؟ ليه هنساها دي كمان؟ آه. لا يا اختي مش انا بنساش حاجة، انا ساعة مش كاتبة عني بس كتبتها للمحامي. ايوه اهي. شقة في سان ستيفانو. دي شقة 200 متر على البحر عدل في سان ستيفانو. دي دلوقتي عارفة لو قلت يا بيع مش اقل من جزء ارانب. امال ايه انسى؟ كلكم الفيلا اللي هم عايشين فيها كوم تاني. ايوه على رايك هم يعيشوا في فيلا وانا اعيش في شقه ايجار. الله، واحنا كان معانا قلنا لا. كان معايا يا اختي معايا، انا عندي شقه تمليك في فيصل. فيصل؟ ايوه فيصل. قعد الحيل ابنك ورايا يزن لغايه ما خلاني بعتها وجابنا في المنطقه دي اللي مش عارفين فيها حد. وابن الحيله ده لو يسمع كلامي كان يغنينا العمر كله، وبدل ما ندور على التلت يبقى معانا التلتين. لكن حاول ايه، دماغه ناشفه زي اللي خلفه. هتلاقيه لازم تليه غصب عن عينه وعين ابوه وعين امه كمان. او سلامته شر خير. بتقطعوا في مين؟ ايه ربنا يخليك لينا، احنا حاجتنا حد نتكلم عليه الا انت. طبعا مفيش غيرك. حد يا ابني يسيب الذهب ويدور على الفلسو. وياريته بينفع، يا ريت على كده وبس يا ناديه. الا كل شويه نتعكم في شبكه بالشيء الفلاني كده وتروح لحالها. نتعكم؟ اه اللي يسمع نتعكم دي يقولوا انكم بتدفعوا حاجه من جيبكم. يا عم فلوسك، احنا عارفين انها فلوسك، بس فلوسك يا وادي اللي بتترمي في الارض. لا مش حرام، اطلعوا انتوا بس من دماغي وسيبوني في حالي والنبي. والله ما هتطلع من دماغي الا لما تنفذ اللي في دماغي. ايوه ماما، اللي في دماغك ده اللي هو ايه؟ ها؟ اللي في دماغك ده نتجوز واحده اكبر مني بسنتين؟ ويعني ان شاء الله يا رب تكون اكبر منك ب 20 سنه. ايوه 20 30 ما جاش حاجه يا ابني، الحاجات دي بتروح في الجواز. فرق السن ده بيروح خالص صدقني. وبعدين انت هتتجوزها على طول شويه كده وتروح قلبها وتتجوز اللي في بالك. ها؟ ويقلبها ليه؟ هي وحشه؟ دي زي فلقه القمر. يا جدعان يا جدعان حرام عليكم، يا جدعان حرام عليكم، ده مفيش بيني وبينها حاجه، هتجوزوني واحده ما اعرفهاش؟ دي خرصه. وبال احسن لك. اوووي احسن لك يا واد، اوعى حد يحسدك على الخرصه دي. مش بدل ما تجيب لك صداع نصفي كل يوم هتجوز ابنك واحده خرصه؟ يا ابني ايوه، اقل ما فيه هطمن عليك انك عايش في هدوء. يهبل يهبل، هتعيش في هدوء، تخش بيتك مريم لطفي الجرح. امضي لي هنا بس. هي ما بتتكلمش ولا ايه؟ لا اصلها تعبانه شويه. الف سلامه. ده انذار بتاعها من جوزك.